السلام عليكم شباب تالتة ثانوي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع آخر تشابتر في الألجبرا في الريفيجن بتاعتنا، تشابتر الديترمينانتس والماتريسيز طبعا. طب هنبدأ من البداية خالص كده يا شباب. الديترمينانت لما بيكون سكند أوردر يعني 2 باي 2، طبعا الديترمينانت بيبقى سكوير ماتريكس يعني 2 باي 2 أو 3 باي 3. عندنا الديترمينانت ممكن يبقى 2 باي 2 بالشكل ده أو ممكن يبقى 3 باي 3 بالشكل ده. طيب كنا بنفك ازاي؟ لو الناس تفتكر الديترمينانت السكند اوردر بنعمل كروس مالتيبليكيشن بدايه من A11، بنعمل ده مالتبلاي ده ماينس ده مالتبلاي ده. يعني لو عندي 5 2 1 3 يبقى الانسر 5 تايم 3 15 ماينس 2 تايم 1 تبقى 2، 15 ماينس 2 يبقى الانسر 13. اما الثيرد اوردر ديترمينانت ليه طبعا طريقه هنقولها دلوقتي، وطبعا ليه طريقه على الكالكوليتر. الطريقه طبعا اللي احنا بنشتغل بيها المانيوال، بنقول بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف ونبدا نفك باي رو او باي كولوم اي حاجه. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، انت بتختار اي رو او اي كولوم الاسهل ليك لو هتفك. طب لو هنجرب كده يبقى A11 ينزل الاول، بعدين افتح ماينور ديترمينانت اكتب فيه الكوفاكتور بتاع الاي 11. يعني ايه كوفاكتور؟ يعني اكنسل الرو والكولوم اللي هو فيه، اتبقى اي 22 اي 23 اي 32 اي 33، بعدها ماينس خلي بالك النمبر اللي هيكون في البوزيشن اي 12، افتح الكوفاكتور بتاعه شيل شيل، اتبقى اي 21 اي 23 اي 31 اي 33، اخر واحده بلس اي 13 او 13. افتح الديترمينانت كنسل الرو الكولوم بتاعها والرو بتاعها، اتبقى فور اليمنتس اكتبهم اي 22 او اي 21 اي 22 اي 31 اي 32. كل ماينور ديترمينانت فيهم هنفكه بنفس الطريقه اللي فوق. طب دي كده بدايتنا يا جماعه خالص. اهم حاجه يمكن في الشابتر ده هي البروبرتيز اوف ديترمينانتس. خلي بالك بيقول لي in any determinant if the rows are replaced by the columns in the same order the value of the determinant is unchanged. من الاخر لو عملنا transpose value الديترمينانت هي value الترانسبوز بتاعه، هي مش هيتغير. كلنا عارفين transpose يعني اي رو بخليه كولوم. تاني property the value of the determinant is unchanged برضو by evaluating it in terms of the elements of any of its rows or columns. زي ما لسه قايلين فوق بتختار اي رو او اي كولوم الاجابه هي ايه. نمبر 3 مهمه جدا جدا جدا، the value of the determinant vanishes يعني بتبقى equal 0 على طول. امتى؟ in each of the following cases. اول كيس لو لقينا كل الاليمنتس ايكوال زيرو، يعني لو لقيناه زيرو ديترمينانت او زيرو ماتريكس يبقى الديترمينانت ده بزيرو على طول. تاني كيس if all the corresponding elements of any two rows او columns in any determinant are equal، يعني لو لقيت رو قد رو بالظبط او كولوم قد كولوم بالظبط نفس الارقام تبقى زيرو على طول. طب تالت كيس if the elements in any row or column are multiples of elements in another row or column. يعني لو لقيت فيما بينهم ريشيو يا جماعه زي مثلا 2 4 6 1 2 3 5 0 8، واخد بالك ان الرو الاولاني دبل الرو الثاني، فانا لو خدت من الاولاني 2 كومن فاكتور، احنا عارفين لسه هنقولها برضو الكومن فاكتور في الديترمينانت بيتاخد من رو واحد او كولوم واحد بس، اعمل الرو الاولاني ديفايد 2 لما خدنا الكومن فاكتور 1 2 3 تحت زي ما هي تحت زي ما هي، رو ورو زي بعض يبقى الانسر ايكوال 0. يبقى على طول لو لقيت رو 2 روز او 2 كولومز بينهم ريشيو يبقى الديترمينانت بزيرو. رابع بروبرتي if there is a common factor لسه قايلين in all elements of any row or column in a determinant then this factor can be taken outside. يعني اقدر اخد common factor من رو واحد او من كولوم واحد. Number 5 if any determinant in any determinant if the positions of two rows or columns are interchanged the value of the resulting determinant equals the additive inverse of the value of the original determinant. يعني يا جماعه لو انا مثلا سي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وانا عايز ابدل ده مكان الرو الاول مكان الرو الثاني عشان حاجه هتخدمنا في الاسئله فبدلت اهو،
اول ما بدلت يقول لك الاجابه هي هي مفيش مشكله بس بالنيجاتيف الاديتيف انفرس بتاعها. يبقى لو بدلت رو مكان رو او كولوم مكان كولوم يبقى الاجابه هي هي بس بالنيجاتيف يعني الاديتيف انفرس. In any determinant, if all the elements are written as a sum of two elements, then the value of the determinant can be written as a sum of two determinants. يعني لو أنا مثلا عندي say كده مثلا a power 2 plus 1, b power 2 plus 1, c power 2 plus 1 وهنا مثلا 8, 9, 10, 0, 1, 3 أقدر أقسم ده لـ two matrices, two determinants. بص كده الرو الاولاني a سكوير وال1 هنا b سكوير بلس 1 هنا c سكوير بلس 1 هنا اهو قسمته 2. اما الباقيين اللي ما قسمتهمش بينزلوا زي ما هم بالظبط اهو 0 1 3 0 1 3. طيب يا مستر نمبر 7 if all elements are added to the multiples of the elements of the another row او column then the value is unchanged. يعني يا جماعه لو عملت مثلا ده رو 1 ملتبلاي 2 وعملته بلس رو 2 الفاليو بتفضل هي هي ما بتتغيرش. بس بنكتب الاجابه فين؟ بنكتب الاجابه في رو 2 مثلا عشان احنا كنا قلنا قبل كده اللي اتضرب كفايه عليه انه اتضرب ما يتغيرش. متى ما اتعمل ملتبلاي يبقى نغير التاني. طب بروبرتي 8 in any determinant if the elements of any row or column are multiplied by the cofactors of the corresponding elements of another row or column and added their products then the result is equal to zero. يعني يا جماعه لو احنا زودنا او عملنا multiply الكوفاكتورز بتاع الكورسبوندنج elements كوفاكتور انت عارف قلنا يعني من شويه اللي هو بتشيل رو كولوم اللي اتبقى ده الكوفاكتور of another row or column and added their products the result is equal to zero. Number 9 the value of the determinant in triangular form equals the product of the elements of its main diagonal. يعني يا شباب لو عندي 2 4 5 0 1 2 0 0 3 ده كده الدياجونال ده بنسميه المين دياجونال اما التاني ده السكندري دياجونال. انا هنا لقيت زي تراينجل زيروهات تحت الدياجونال. قال لنا لو لقيت 3 زيروهات تحت او 3 زيروهات فوق يبقى الإجابة المين دياجونال ملتبلاي بعض 2 تايم 1 تايم 3 الأنسر 6. طب لو جاية معكوسة لو جاية مثلا يعني شباب 6 2 1 0 0 0 0 1 4 ادي تراينجلر فورم اهو الزيروهات ده مش المين دياجونال ده السكندري دياجونال. يبقى الانسر 6 تايم 2 تايم 1 ب 12 بس بالنيجاتيف عشان اتعكست تبقى نيجاتيف 12. طب هنا the determinant whose all elements under or above the main diagonal are zeros قلنا خلاص بيتسمى triangular form ويبقى الاجابه زي ما احنا قلنا الثلاثه ملتبلاي بعض. طب يا مستر حلو جدا ريمارك كده لو x minus a is one of the factors of a determinant then the value of the determinant at x equal a equal 0. يعني لو هو بيقول لي مثلا x plus 1 3 4 b x minus 2 3 1 5 8 وقال لي ان ال x minus مثلا 5 is a factor. كلمة factor يعني لو حطيت ال x ب 5 تخلي الديترمنت ده ب 0. ما هو 5 minus 5 0 فلو شلت x وحطيت 5 5 plus 1 بقت 6 3 4 b 5 minus 2 3 3 1 5 8 تقوم قايل كل ده ما دام عوضت باللي يصفر ايكوال 0 تبدا تفك وتجيب البي اللي انت عايزه. الماتريسيز بقى كان عندنا يا شباب المالتيبليكاتيف انفرس اوف ذا ماتريكس اللي هو a نيجاتيف 1 ذا ماتريكس which has no multiplicative inverse is known as singular matrix او non invertible matrix يعني ملوش multiplicative inverse and the matrix that has multiplicative inverse known as non-singular matrix عشان لو جت الكلمه تبقى فاهم. طب امتى اصلا الماتريكس m by m اللي هو سكوير ماتريكس يبقى له multiplicative inverse؟ لما الديترمنانت بتاعته تبقى not equal 0. لما الديترمنانت يبقى not equal 0 ليه؟
علشان قانون المالتيبليكاتيف انفرس بتاع الماتريكس بيكون 1 اوفر الديترمينانت. فلو الديترمينانت ده بزيرو تبقى ماث ايرور، ملهاش لازمه خلاص، ما ينفعش. فعشان كده قلنا الشرط لازم اللي تحت ده اللي هو الديترمينانت ما يكونش بزيرو. طب تعالى اقول لك بطريقه سهله، لو انت شغلت 2 باي 2 المالتيبليكاتيف انفرس تتجاب بسهوله، 1 اوفر الديترمينانت اللي هو ده باي ده ماينس ده باي ده، بعدين شقلب واقلب، شقلب المين بدل A ودي بقت دي وA، اقلب الساينات بقت نيجاتيف بي ونيجاتيف سي. اللي على الجنب ده بيتسمى الادجوينت ماتريكس، هيبان اكتر في اللي جايه بقى اللي هي 3 باي 3. دي كانت سهله اللي فاتت. هنا بقى ازاي اجيب مالتيبليكاتيف انفرس لماتريكس 3 باي 3؟ اولا لازم احسب الديترمينانت ما يطلعش بزيرو، يبقى نفس الرول 1 اوفر الديترمينانت مالتبلاي حاجه بقى اسمها الادجوينت ماتريكس، 1 اوفر الديترمينانت مالتبلاي الادجوينت. مين الادجوينت؟ هو الترانسبوز بتاع الكوفاكتور ماتريكس. بالراحه كده يا مستر اشرح لي، تعال اشرح لك. ايه ادي الماتريكس قصادي اهو، كلمه كوفاكتور يعني بحط الساين بس بتاعت البوزيشن، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف وهكذا. بعدين اما اجي اجيب الكوفاكتور بتاع A11 اللي هو اسمه A11 بار، مين يا مستر الكوفاكتور ده؟ تقوم شايل الكولوم اللي هو فيه وشايل الرول اللي هو فيه، الاربعه اللي اتبقوا هو ده الكوفاكتور، ونزل الساين بتاعته اللي هي بوزيتيف وهكذا. كل اللي هيطلعوا يعني اجيب كوفاكتور ال A12 كوفاكتور ال A13 واكتبه كوفاكتور ال A21 وهكذا، اللي هيطلع ده اسمه كوفاكتور. اعمل له ترانسبوز ان الرو اخليه كولوم، الرو اخليه كولوم، يبقى حاجه اسمها ادجوينت. او عامل 1 اوفر الديترمينانت اللي انا حاسبه مالتبلاي الادجوينت، يديني المالتبليكاتيف انفرس بتاع 3 باي 3. طيب حلو قوي، ناخد بالنا بقى من اللي احنا هنقوله ده. ال 2 باي 2 طبعا احنا قلنا الادجوينت هو الحوار شقلب واقلب، دي سهله. ديترمينانت اي بي هي ديترمينانت ايه لوحده مالتبلاي ديترمينانت بي لوحده، هما سكوير ماتريسيس طبعا. الكم بقى ريمارك اللي جايين دول مهمين جدا. If A is a square matrix of order m by m، لما يقول لك هات لي ديترمينانت KA، الاجابه بتبقى K باور الاوردر في ديترمينانت الـ A. يعني لو انا مدي لك ديترمينانت الـ A ب 5 وقلت لك انا عايز ديترمينانت 3A، هنفرض ان الـ A ده ماتريكس 2 باي 2. الرول بيقول K باور M اللي هو الأوردر، فبقت 3 باور 2 مالتبلاي ديترمينانت الـ A اللي هي 5. تطلع الأنسر 45. يبقى يا جماعة لو قال لك ديترمينانت KA اضرب الـ K باور الأوردر مالتبلاي ديترمينانت الـ A. ديترمينانت الـ A انفرس هي 1 أوفر ديترمينانت الـ A، سهلة دي. ديترمينانت الادجوينت هو ديترمينانت الاي باور الاوردر ماينس 1. يعني لو انت سي عندك الماتريكس 3 باي 3 وانا عندي ديترمينانت الاي ب 4 وهو قال لي هات لي ديترمينانت الادجوينت اي لماتريكس اي، تقوم انت بكل بساطه اللي هي ديترمينانت الاي باور ام ماينس 1 اللي هي 3 ماينس 1، يبقى 4 باور 2 يطلع 16. مهمين جدا جدا جدا. بعدين قال لي for any non-singular square matrix يعني ليه انفرس، لو عملنا A multiply الادجوينت او عملنا الادجوينت multiply الـ A، الانسر هو الديترمينانت I. يعني لو هو في السؤال ده بيقول لي الديترمينانت ب 4، اعمل لي ماتريكس A multiply الادجوينت A، اقوم قايل له في ثانيه واحده الاجابه الديترمينانت اللي هي 4I. لما يضرب ماتريكس في الادجوينت يبقى الانسر الديترمينانت بتاع الماتريكس مضروب في اي. In the identity matrix I, the cofactors elements of the main diagonal elements each equal 1 and the cofactors elements of the remaining elements equal 0. من الاخر يبقى adjoint I هي I. The adjoint matrix of the identity matrix is the same identity matrix. طيب properties كده سريعه، لو عملنا A multiply A inverse أو A inverse multiply A الأنسر I مش 1.
طيب اي بي اول انفرس، شقلب ووزع الانفرس تبقى بي انفرس في اي انفرس، زي بالظبط الرول القديمه اي بي اول ترانسبوز، هي هي شقلب ووزع الترانسبوز، بي ترانسبوز اي ترانسبوز. طب اي انفرس انفرس ترجع تبقى الاي، زي برضو اي ترانسبوز الترانسبوز يديني الاي. انفرس الترانسبوز او ترانسبوز الانفرس هو انفرس الترانسبوز، مش فارقه اي انفرس الترانسبوز او اي ترانسبوز انفرس انفرس ايه. لو عملت اي انفرس واللي طلع عملت له 2 يعني تايم نفسه، او عملت الاي 2 الاول تايم نفسها واللي يطلع انفرس هي هي. طب انفرس الايدنتيتي هو الايدنتيتي يا مستر. الماتريكس ايكويجن بقى اقدر احل يا شباب اي سيستم اوف لينير ايكويجنز بطريقه الماتريكس ايكويجن اي اكس ايكوال بي. طيب اولا مين هي الاي؟ بتبقى الكوفيشنت ماتريكس. مين الاكس؟ الفاريبل ماتريكس الانونز. البي هو الكونستانت ماتريكس. تعال اقول لك اكزامبل، لو 2x plus 3y equal 8 3x minus 5y equal 7 وقال لك انا عايزك تحلها لي بطريقه الماتريكس، تقوم قايل له يبقى a x equal b. ال a ده الكوفيشنت ماتريكس اللي هو 2 3 اللي جنبها 3 نيجاتيف 5، x اللي هي الفاريبلز اللي هو الاكس والواي equal البي اللي هو الكونستانتس 8 و7. بعدين علشان تجيب الاكس والواي لازم امشي الماتريكس ده الناحيه الثانيه في الاول هنا بس بالانفرس بتاعه، عشان كان ديفايد يعني كانها ملتبلاي الانفرس ملتبليكاتيف انفرس، فهنجيب له انفرس ونعمله ملتبلاي ال 8 و7 زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا يا جماعه لو هنا 0 و0 بتتسمى هوموجينيوس ايكويشنز، لو هنا في حاجه مش بزيرو، زيرو اللي هو العلامه دي كده زيرو ماتريكس، بيبقى نون هوموجينيوس ايكويشنز. طب كلام جميل، تعالوا كده نشوف. بيقول لي if the matrix form of system of linear equations ax equal b زي ما اتفقنا and the cofactors matrix a is non-singular matrix of order 2 by 2 او 3 by 3 يعني square matrix وليه inverse من الاخر، يبقى زي ما اتفقنا ال a تروح الناحية التانية بال inverse. وخلي بالك من حاجة، لو انت عندك ax equal b ال a هنا مكتوبة في الاول، يبقى تروح هناك في الاول برضو، يبقى الاكس ايكوال اي انفرس بي، ما ينفعش اعكس عشان مالتيبلاينج ماتريسيز نوت كوميوتيتيف. اما لو كانت اكس اي ايكوال بي همشي الاي الناحيه الثانيه، هنا في الاخر تروح في الاخر، يبقى الاكس ايكوال بي اي انفرس. التفسير العلمي ليها، انا لو عايز اخلص من الاي عشان اجيب الاكس هضرب في اي انفرس، عشان اي انفرس في اي يروحوا مع بعض تبقى اي، اكيد مش هضرب الاي انفرس هنا جنب الاكس، هتبقى هنا في الاول يبقى هناك هنا في الاول، ده راح مع ده اداني اي، اي في اكس خلاص هي الاكس، ونفس الكلام تحت. طب حاجه بقى مهمه موت، رانك اوف ا ماتريكس، ركز كده في الكلمتين اللي هنقولهم بقى. الرانك ده من الاخر يعني الجريتست اوردر اوف ذا ديترمينانت اور ماينور ديترمينانت اوف ذا ماتريكس هوز فاليو دازنت فانش، يعني ما تدينيش زيرو. طب بالراحه برضو يا مستر، لو الماتريكس اوردر بتاعه ام باي ان، الرانك بيكون bigger than or equal 1 smaller than or equal الحاجة الصغيرة، يعني لو ال n أصغر يبقى آخري n، لو ال m أصغر يبقى آخري m، و bigger than or equal 1 وهشرح دلوقتي تاني يعني إيه رانك. لو عندي زيرو matrix الرانك بيبقى زيرو وأنت مغمض. طيب بالراحة كده يا مستر قول لي، يعني مثلا يا جماعة لو الماتريكس 4 by 3 يبقى الرانك bigger than or equal 1 smaller than or equal 3 الصغيرة. لما طلع رانك الماتريكس A equal 2 ده معناه حاجتين، ان there is determinant or minor determinant at least from the second order such that its value not equal 0 with a value of or minor determinants of order greater than 2 equal 0. بصوا يا شباب، لو انا عندي ماتريكس كده اهو وانا جبت له determinant وهو 3 by 3 كده على وضعه، لو الديترمينانت طلع not equal 0 يبقى الرانك ب 3 اللي هو الاوردر بتاعه. طب لو انا لقيت الديترمينانت طلع ب 0 اولا كده يبقى الرانك ما بقاش 3، هنزل سلمه هجرب رانك 2 اخد مثلا الاربعه دول ده باي ده ماينس ده باي ده، لو ما ادانيش 0 يبقى الرانك ب 2 عشان اوردر 2 في 2، لو اداني 0 يبقى هجرب واحده لوحده، هجرب الاول الاربعه التانيين
الاربعه التانيين، الاربعه التانيين لو كلهم طلعوا زيرو يبقى الرانك مش 2، تقوم واخد واحد لوحده. طبعا واحد لوحده ده مش زيرو، يبقى الرانك 1. طب بالراحه برضو هنقولها، لو الاي رو ماتريكس او كولوم ماتريكس نون زيرو يبقى الرانك 1، لو رو واحد او كولوم واحد يبقى الرانك 1. لو الاي ايدنتيتي ماتريكس الاوردر ان باي ان يبقى الرانك بان. رانك الماتريكس ايكوال رانك الترانسبوز بتاعه. If a row or column of zeros is added to or removed from the matrix A, then its rank doesn't change. لو انا عندي matrix جيت زودت له row zeros او column zeros ولا يفرق في الرانك حاجه خالص، الزيرو هيت. طب if a row or column formed from adding rows او columns is added to or removed from the matrix, then its rank برضو doesn't change. يبقى يا جماعه بيقول لو رو او كولوم فورمت فروم ادينج روز، عملت رو بلس رو او كولوم بلس كولوم، از ادد تو اور ريموفد فروم ذا ماتريكس، برضه ما يتاثرش. طيب عندي حاجه اسمها اوجمنتد ماتريكس. الاوجمنتد ماتريكس ده يا جماعه مثلا ادي الايكويشن اهي، هكتب الكوفيشنتس واعمل نقط كده اهي 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 كده، واكتب الكونستانتس هنا 7 1، ده اسمه اوجمنتد ماتريكس اي ستار. هقول لك بنستخدمه في ايه دلوقتي. حته بقى مهمه جدا دي، ان انا ازاي اعرف البوسيبيليتي اوف سولفينج سيستم اوف لينير ايكويشنز، كم اجابه. بص يا معلم، اول حاجه هنكتب الماتريكس ايكويشن على شكل الايكويشن اللي اتفقنا عليه اي اكس ايكوال، بعدين هنجيب الاوجمنتد، بعدين هنعمل كومبير رانك الاي برانك الاوجمنتد. تعالى افهمك حاجه بقى، احنا عندنا سيستم اوف ايكويشنز حاجتين، قلنا يا اما هوموجينيوس لو زيرو، لو ايكوال زيروات، يعني لو الكونستانتس زيروات، نون هوموجينيوس لو نوت ايكوال زيرو. تعالى بقى بالراحه، لو السيستم عندي نوت هوموجينيوس وجبت رانك الاي ورانك الاي ستار لقيتهم ايكوال لبعض وايكوال النمبر اوف فاريبلز او النمبر اوف ايكويشنز، ساعتها اقول له ذير از ا يونيك سوليوشن، يعني اجابه واحده بس للسيستم ده. طب لو لقيت رانك الاي ايكوال رانك الاوجمنتد بس سمولر ذان نمبر اوف فاريبلز، يعني مثلا لو انا عندي 3 فاريبلز اكس واي وزد ب 3 ايكويشنز ولقيت رانك الاي ورانك الاي اوجمنتد ب 2 اقل من 3، اقول له انفينيت نمبر اوف سوليوشنز. طب لو من البدايه لقيت رانك الاي نوت ايكوال رانك الاوجمنتد، يبقى ذير از نو سوليوشن، يعني النمبر اوف سوليوشنز زيرو، ده في حالة النون هوموجينيوس. في حالة الهوموجينيوس يا جماعة، مش احنا قلنا الهوموجينيوس بنزود الأرقام بعد الدش؟ طب ما هوموجينيوس يعني زيروهات، فكده اتفقنا لو زودنا زيروهات أو شلنا زيروهات الرانك ما يفرقش، فكده مستحيل في الهوموجينيوس ألاقي آخر كيس دي، إن رانك الإيه تبقى قد رانك الإيه ستار، فكده آخر حالة مش موجودة. خلينا في الاثنين الأولانيين برضه، لو لقيت رانك الاي ايكوال النمبر اوف فاريبلز يبقى 1 سوليوشن، يونيك سوليوشن اند 1 سوليوشن از كولد زيرو سوليوشن او تريفيال سوليوشن، ان هم كلهم يبقوا زيروهات الاكس والواي والزد. اما لو لقيت رانك الاي سمولر ذان النمبر اوف فاريبلز، يبقى تقول له انفينيت نمبر اوف سوليوشنز كونتيننج ذا زيرو سوليوشن. الحته دي مهمه جدا. طيب نبدا بقى يا شباب كده الاسئله، احنا قلنا كده ملخص الشرح سريع، نبدا بقى الاسئله نتدرب اكتر ان شاء الله. question 1 the value of the determinant اللي قصاد عينينا ده، وطبعا مدخلين فيه combinations وقصه كده كبيره شويه. طيب تعالوا نفك الاول ونشتغل. هنبدا نقول 1 1 1 سيبناها زي ما هي، ان سي 1 يعني ان، ان بلس 1 سي 1 يعني ان بلس 1، n plus 2 c1 يبقى n plus 2. طب كلام جميل. اللي تحت بقى n c2 جماعه، طبعا كلنا عارفين ان اسهل حاجه مثلا n c2 القانون يقول لك n p2 على فاكتوريال 2، n p2 يعني n في n minus 1 بنزل 2 اهو، over 2 ليه تايم هاف. نفس الكلام n plus 1 c2 بقت هاف n في n بلس 1، الأخيرة n بلس 2 c2 بقت هاف n بلس 2 في n بلس 1. اعملها كده بسرعة أنت مع نفسك.
طيب هناخد هاف من الرو الاخير كومن فاكتور، اصبح شكلها هاف وفتحت ديترمينانت 1 1 1 ان بلس 1 ان بلس 2 ان سكويرد ماينس ان، عشان وزعت هنا وهنا وخدت الهاف بره، ان سكويرد بلس ان، وزع ادرار البركتين في بعض، ان باور 2 بلس 3 ان بلس 2. طب عايز اشتغل بالبروبرتيز بقى، عايزين نعمل اي حاجه. طب احنا ممكن نحاول نطلع زيروس، فهنعمل كولوم 3 ماينس كولوم 2. طب ركز كده معايا في اللي بيحصل ده. بص يا معلم، لو عملنا كولوم 3 ماينس كولوم 2، 1 ماينس 1 0، ان بلس 1 ماينس ان بلس 2 ماينس الان بلس 1، ان ماينس ان راحت، 2 ماينس 1 يتبقى 1، ان سكويرد بلس 3 ان بلس 2 ماينس ان سكويرد بلس ان، ده راح مع ده، 3 ان ماينس ان بقت 2 ان، وبلس 2 زي ما هي. بالمره اعمل كمان سي 2 ماينس سي 1، كولوم 2 ماينس كولوم 1 عشان يديني 0 هنا، 1 ماينس 1 بقت 0، ان بلس 1 ماينس ان بقت 1، ان سكويرد بلس ان ماينس ان سكويرد ماينس ان، ان سكويرد ماينس ان سكويرد راحت، ان ماينس نيجاتيف ان بقت 2 ان، والجميل ده زي ما هو ما جيناش ناحيته، 1 ان ان سكويرد ماينس ان. طيب لو يا جماعه حبينا نعمل نطلع ده كمان زيرو، تقول لي مستر 1 ماينس 1، يبقى نعمل تاني سي 3 ماينس سي 2 كولوم 3 ماينس كولوم 2، يبقى 1 ان ان سكويرد ماينس ان 0 1 2 ان، عشان مش ده اللي هيتغير، انا قلت سي 3 ماينس سي 2 يبقى سي 3 اللي تتغير، عشان كان سي 2 اتضربت في نيجاتيف 1 فاللي اتضرب كفايه عليه انه اتضرب، 0 ماينس 0 ب 0، 1 ماينس 1 0، 2 ان بلس 2 ماينس 2 ان تديني 2. الله اكبر، ما دام ده تريانجولار فورم يبقى الاجابه المين دياجونال ملتبلاي بعض، بقت 1 تايم 1 تايم 2 تديني 2، وفي هاف اصلا بره، الهاف ده كده كده موجود، فبقت هاف تايم 2، the answer is 1، يبقى الانسر هي ايه؟ اول واحده. الكويستشن اللي تحته، كويستشن 2 جاي بيقول لنا يا شباب 2 نيجاتيف 1 1 و 2 في اكس وواي ايكوال 3 4. طيب مش احنا قلنا ان دي كانها a x equal b، انا عايز اجيب الاكس اللي هو الاكس والواي، همشي الان الناحيه الثانيه، بس مفيش حاجه اسمها ديفايد هنا في الماتريكس، اسمها هيمشي بالانفرس في الاول هنا، يبقى انا اجيب الانفرس الاول. تعالوا نجيب الانفرس كده كده سهله عشان 2 باي 2، انفرس الكلام ده 1 اوفر الديترمينانت، احسب معايا الديترمينانت، 2 باي 2 بقت 4 ماينس نيجاتيف 1 باي 1 بنيجاتيف 1 فطلعت 5، ده كده الديترمينانت، شقلب واقلب، شقلب بقت 2 و 2 هي هي، اقلب الساينز بقت بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1، وزع ال 1 اوفر 5 على الاثنين، او ممكن تسيبها 1 اوفر 5 تسيبها بالشكل ده. انا بقى عايز ايه؟ عايز الاكس. تقوم قايل لي يا مستر اضرب الاي انفرس اللي طلع في 3 و 4، ادي الاي انفرس اللي طلع اهو، هعمله ملتبلاي 3 و 4، سيب ال 1 اوفر 5 بره دلوقتي عشان ما ترخمش علينا الارقام، بنعمل الملتبلاي رو باي كولوم زي ما انتم عارفين، 2 باي 3 ادي 6، 1 باي 4 ادي 4، 6 بلس 4 يديني 10. طيب تاني رو مع الكولوم الوحيد اللي عندي، نيجاتيف 1 باي 3 بنيجاتيف 3 بلس 2 باي 4 ب 8، نيجاتيف 3 بلس 8 بقت 5. نعمل بقى كل نمبر ملتبلاي 1 اوفر 5، 10 باي 1 اوفر 5 2، 5 باي 1 اوفر 5 1، اذا طلع ان الاكس ب 2 والواي ب 1، يعني الانسر هي ايه؟ طيب الكويستشن اللي بعده يا شباب، النوع ده طبعا يا شباب بقى بيتكرر كتير قوي، السيستم ده عنده كام سوليوشن؟ دي الحته بتاعت رانك الاي ورانك الاي اوجمنتد وكده. اول حاجه يا شباب 0 0 0 يعني ده هوموجينيوس، يبقى رانك الاوجمنتد هيبقى هو هو رانك الاي، فانا هجيب رانك الاي وخلاص. تعالوا كده الاول نكتب ماتريكس ايه 2 5، هنا في زد وهنا مفيش، يبقى الزد ب 0، الثانيه 3 مفيش واي تبقى 0 نيجاتيف 1، مفيش اكس تبقى 0 2 نيجاتيف 3.
علشان نجيب الرانك قلنا اول حاجه يا جماعه نحسب الديترمننت على وضعها كده. لو انت حسبت الديترمننت كالكليتور او بتفك بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف واشتغلت هتلاقي الديترمننت طلع 49 يعني نوت ايكوال 0، يبقى الرانك هو الاوردر ب 3. ما دام الرانك طلع ب 3 يعني قد النمبر اوف فاريبلز اللي هو 3، يبقى انت ساعتها عندك ايونيك سوليوشن اللي هو التريفيال او الزيرو سوليوشن. يبقى الانسر الصح هي او هنقول ذا تريفيال سوليوشن اونلي. يعني احنا يا جماعه طلع عندنا 1 سوليوشن، المفروض نقول يونيك سوليوشن. الراجل ضحك علينا وكتب بصوا في اول واحده ايه، يونيك سوليوشن اذر ذان التريفيال. يعني كان التريفيال موجود 0 و0 و0 وفي اجابه ثانيه، لا ده كده يبقوا اجابتين. احنا قلنا لو الرانك طلع قد النمبر اوف فاريبلز يبقى هو سوليوشن واحد بس اللي هو التريفيال سوليوشن اونلي. طيب السؤال اللي بعده ده رول كنا احنا لسه قايلينها يا جماعه، الاي والبي تو نون سنجولار ماتريسيز، اي بي اول انفرس، قلت لك شقلب وزع الانفرس بقت بي انفرس اي انفرس، ده رول تبقى بس عارفه. برضه الحته دي قلناها من شويه، ذا فاليو اوف كي ويتش ميكس اكس is a factor of the determinant. الله، ال x factor يبقى نحطها بزيرو، يعني نساوي الديترمننت كله بزيرو ونحط ال x بزيرو عشان كانها x minus زيرو، فايه اللي يصفرها لو ال x بزيرو؟ فاحنا هنعوض عن كل x بزيرو وساعتها يبقى الديترمننت هو كمان equal زيرو عشان ده factor ليه. حط ال x بزيرو، 0 plus 1 بقت 1 3 1 k ما اعرفهاش 2 3 0 2 1، المفروض ان كل ده يديني 0. طيب نفكر مع بعض، عندك كذا طريقه، في ناس ممكن تستخدم البروبرتيز تحاول تظبطها، وفي ناس هتقول لك فكها يا مستر وهي كده وخلاص، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف او افكها بده سهله يا مستر هجيبها. هقول لك الطريقتين صح، بس لو انت بني ادم شاطر ولماح ممكن تعمل حاجه تاني. ممكن تقول لي يا مستر مثلا انا ممكن اضرب رو 1 باي كي واعمل ار2 ماينس كي ار1 عشان اطلع دي بزيرو، تبقى كي ماينس كي فتبقى زيرو. هتقول لي طيب وبعدين؟ هقول لك وساعتها لو ما عرفناش نجيب دي كمان بزيرو ممكن نفكها. طب ما تيجي نفكها من الاول وخلاص، نفكها اكسبانشن، ده كده بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. انا اخترت دي عشان فيها كي وفيها زيرو، لو هفك بال1 هشيل ده وده اتبقى 2 3 2 1 ماينس كي، لو هفك بالكي هشيل ده وده اتبقى 3 1 2 1. طبعا الزيرو خلاص ملهاش لازمه، كل ده ايكوال زيرو. احسب ادي 2 باي 1 ب 2 ماينس 6 نيجاتيف 4 باي 1 بنيجاتيف 4 ماينس 3 ماينس 1 ماينس 2 ب 1 1 تايم كي بقت كي، كل ده ايكوال 0. مشي دي هناك بقت النيجاتيف كي ايكوال 4 يبقى الكي بنيجاتيف. يبقى اهم حاجه لما يقول لك الاكس دي از فاكتور يبقى نحط الاكس ب 0 والديترمننت ايكوال 0. طب لو مثلا قال لك اكس بلس 2 فاكتور مين اللي يصفر ده؟ لو الاكس بنيجاتيف 2 تقوم حاطط كل اكس بنيجاتيف 2 وتقول برضه ايكوال 0. سؤال برضو على موضوع النمبر اوف سوليوشنز عشان نتدرب عليه، السيستم ده عنده كام ايكويشن او عنده كام سوليوشن؟ اولا ده نون هوموجينيس، صح الكلام؟ ما دام نون هوموجينيس فاحنا كنا بنجيب الاي والاي اوجمنتد ونشوف هو عنده كام سوليوشن. طيب الاي عباره عن مفيش اول واحده اكس يبقى 0 3 نيجاتيف 1 اللي بعدها 2 1 1 اللي بعدها 1 2 2. اول حاجه احسب رانك الاي ان انا احسب الديترمننت على وضعه، لو طلع بزيرو اخد 2 باي 2، لو طلع كام بزيرو اخد 1 باي 1. طيب لما حسبنا الديترمننت بالكالكليتور او بطريقتنا برضو بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف طلع ان الديترمننت ايكوال نيجاتيف 12 يعني نوت ايكوال 0، خلاص يبقى رانك الاي ب 3. طب رانك الاي اوجمنتد كان يعني ايه اوجمنتد؟ 0 3 نيجاتيف 1 2 1 1 1 2 2، كنا بنعمل كده
ونقوم حاطين الارقام بقى اللي هي دي 5 9 3 عشان نون هوموجينيس. طبعا يا جماعه من غير اي ستيبس ومن غير كل ده، ما هو ده اصلا ما طلعش بزيرو، يبقى برضه في الاوجمنتد مش هيطلع بزيرو، يبقى برضه رانك الاوجمنتد طالع ب 3، ما ينفعش نقول 4. احنا قلنا بناخد الرقم الصغير ده اكبر حاجه. ما دام رانك الاي طلع قد رانك الاوجمنتد، طلع قد النمبر اوف فاريبلز او نمبر اوف ايكويشنز، يبقى ذا ايكويشن ذا سيستم هاز ا يونيك سوليوشن، يبقى اجابه واحده فقط لا غير. طب هنا جايبها بالعكس شويه يا شباب، سؤال حلو قوي ويجي لك. بيقول لك ان الايكويشنز دي، وحط هنا كي اهو لو واخد بالك، هاف سوليوشنز اذر ذان ذا زيرو سوليوشنز، عندها اجابات غير الزيرو سوليوشنز، يبقى الكي بكام؟ طب ركز كده معايا، اول حاجه هنكتب الاي 3 نيجاتيف 2 1 6 نيجاتيف 5 2 9 نيجاتيف 6 كي. طب وبعدين هبدا احسب الديترمننت بتاعه. نفكر بقى كده يا جماعه بالعقل. الراجل بيقول لك انه هاف سوليوشنز اذر ذان ذا زيرو سوليوشن. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الرانك اصغر من النمبر اوف فاريبلز. طب النمبر اوف فاريبلز 3 اكس واي وزد، ده معناه الرانك اصغر من 3. طب استفيد منه ايه؟ ما دام الرانك اصغر من 3 يبقى الديترمننت 3 باي 3 طلع بزيرو، يبقى انا افك واساويها بزيرو. هفك بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يلا 3 شيل كولوم ورو، اتبقى نيجاتيف 5 2 نيجاتيف 6 كي، ماينس نيجاتيف 2 بقت بوزيتيف 2، يلا شيل كولوم ورو 6 2 9 كي، اخر واحده بوزيتيف 1 شيل كولوم ورو 6 نيجاتيف 5 9 نيجاتيف 6، كل ده المفروض ايكوال 0 عشان رانك 3 ما ينفعش. هنفك يا جماعه نيجاتيف 5 كي ماينس نيجاتيف 12 يعني بلس 12، نيجاتيف 5 كي بلس 12، كل ده مضروب في 3 بلس 2، هنا برضو 6 كي ماينس 18 بلس ال1 مالهاش لازمه، كده نيجاتيف 36 ماينس نيجاتيف هتبقى بلس 45، كل ده ايكوال 0. جمع بقى المتشابه يلا، او الاول نكسباند كده، يلا فك البراكت، نيجاتيف 15 كي بلس 36 بلس 12 كي ماينس 36 ماينس 36 ثانيه بلس 45 ايكوال 0، ماينس 36 مع بلس 36 اتبقى لي نيجاتيف 15 كي بلس 12 كي نيجاتيف 3 كي ماينس 36 بلس 45 بلس 9 ايكوال 0، ودي ال 9 ودي النيجاتيف 3 بالديفايد، طلعت الكي ايكوال 3. يبقى خلي بالك من المعلومات، لما يقول لك انفينيت نمبر اوف سوليوشنز او هاف سوليوشنز اذر ذان ذا زيرو سوليوشن، ده معناه ان رانك الاي او رانك الاي ستار سمولر ذان النمبر اوف فاريبلز، يبقى ساعتها الرانك مش ب 3، يبقى الديترمننت بتاع 3 باي 3 طلع بزيرو. طب اللي بعدها مديني الاي انفرس 2513 وبيقول لي ايكويشن اسمها اي في اكس وواي ايكوال 1 و2، عايز الواي. طب ما هي سهله جدا، ده كده باينه و100 100، عشان اجيب الاكس والواي امشي الاي هناك في الاول بالانفرس هنا، طب ما هو مديني الانفرس، يبقى 2513 ملتبلاي ال 1 و 2 اللي في مكانها. يلا كده رو باي كولوم، رو باي كولوم 2 بلس 10 12، رو اللي بعده في الكولوم 1 بلس 6 7، يبقى الاكس ب 12 والواي ب 7، يبقى الواي ايكوال 7. اللي بعدها اداني الان ديترمنت والام ديترمنت وبيقول لي الام قد الان كم مره، او ماسك الام مظبطها، واخد بال جناب حضرتك؟ مثلا لو اتكلمنا على اول رو ال 3 كومن فاكتور، فبقت 1 0 3 بعمل ديفايد الكومن فاكتور، اتفقنا في الديترمننت كومن فاكتور ممكن يتاخد من رو واحد او كولوم واحد، لكن في الماتريكس لا، بيبقى على الاليمنتس كلها. طب الرو الثاني في تيبل 2 يبقى تايم 2، اعمل دول ديفايد 2 بقت 2 3 10 ديفايد 2 5، 5 و10 و20 تايم 5 ديفيزبل باي 5،
اعمل ده ديفايد 5 5 ديفايد 5 1 20 ديفايد 5 4 10 ديفايد 5 2. الله، طب ما الديترمينانت ده هو ال n، يبقى 3 باي 2 باي 5 ب 30 وده اسمه n، يبقى ال m ايكوال 30 n. كلام جميل جدا. اللي جاي مجهده شويه، اداني ال n بالليترز اللي انتم شايفينها دي وقال لك ان الكلام ده ايكوال 2. هو عايز بقى الفاليو بتاع الديترمينانت العبقري ده. طب بالراحه يا باشاوي، اول حاجه عايز حضرتك تعملها تاخد من فوق التو كومن فاكتور، اتبقى اكس واي وزد. واحد يقول لي يا مستر ده انا كان نفسي اخد الفايف كومن فاكتور بس في هنا اكس وواي. هقول لك طب خليك معايا بس اكتبها دلوقتي، 5L بلس اكس 5M بلس واي 5N بلس زد، وده برضو 7K ماينس 3L 7P ماينس 3M 7Q ماينس 3N. شغل بقى دماغك معايا، انت عايز تاخد ال 5 كومن فاكتور لكن مضايقك ال X وال Y وال Z. طب ما هو في X و Y و Z، ايه رأيك نعمل R2 ماينس R1 علشان ال X وال Y وال Z يروحوا؟ يعني طبعا اللي هيتغير كده R2 كده X و Y Z، ده ماينس ده بقى 5L عشان ال X راحت مع ال X، ده ماينس ده 5M، ده ماينس ده 5N، ونزلت الأخير زي ما هو. ما انت لازم تشغل دماغك عشان الحاجات دي عايزه دماغ. طيب بعدها تقول لي يا مستر انا اقدر دلوقتي اخد من ده ال 5 كومن فاكتور، ما تيجي ننجز، خد من هنا 5 5 5، بقى في بره 5 يعني 2 باي 5 بقت 10. طيب وبعدين واحد يقول لي يا مستر انا اللي تحت دي ال 7 حلوه كومن فاكتور بس في 3L 3M 3N. هقول لك طب ايه رايك لو عملنا الروت تاني ملتبلاي 3 وجمعناه على الاخير، يعني عملنا روت 2 ملتبلاي 3 عشان تبقى 3L تروح مع نيجاتيف 3L، وعملناه بلس رو 3 قلنا اللي اتضرب كفايه عليه انه اتضرب، فاللي هيتغير رو 3 بس بقى اسمه 2 باي 5 بره 10 اكس واي زد ال ام ان. انا بحاول اوصل للشكل ده. هنا لو عملنا ده ملتبلاي 3 والجمع على ده 3L ماينس 3L اتبقى 7K، 3M مع ماينس 3M راحت اتبقى 7P، نفس الكلام هنا 7Q. انجز معايا يا نجم، شيل ال 7 طلعها كومن فاكتور باي 10 بقت 70. طب ما الديترمينانت ده هو مدهوني ب 2 فبقت الانسر 70 تايم 2 اللي هي 140. نسمعها يا جماعه ونعيدها كذا مره عشان توصل لنا الإجابة بالراحة وعلى ما هي. برضه يا شباب اللي بعدها هي بقى عملناها كتير. The system of the equations دي عنده كام solution؟ أنا هسيبك أنت تعملها. طبعًا هنجيب الأول الـ A ونعمل له الرانك بتاعه. هنجيب الـ A augmented ونعمل له الرانك بتاعه. عشان ده non homogeneous. هلاقي إن الاتنين قد بعض. والاتنين الرانك بـ 3 يعني قد الـ number of variables. ساعتها يبقى the system of equations has a unique solution برضو. تقدر انت تعملها وتكملها لو فيها مشكلة ابعتها لي. The multiplicative inverse of the matrix اللي واضح قصاد حضرتك ده. طب احنا قلنا ازاي بنجيب ال multiplicative inverse لل 3 by 3؟ قلنا 1 over the determinant multiply the adjoint matrix. طب يلا. هنا الحمد لله triangular form 0 0 0، يبقى الديترمينانت المين دياجونال تايم بعض 1 تايم 1 تايم 1 يعني 1 اوفر 1 اللي هي 1. ملتبلاي بقى الادجوينت. طب نركز، الادجوينت يتجاب ازاي؟ الادجوينت هو الترانسبوز بتاع الكوفاكتور. فانت لو جيت تحسب لي الكوفاكتور الاول، هنا ال1 بيشيل ده وده اتبقى 1 ماينس 0 يعني بوزيتيف 1، ال0 بتشيل ده وده بقت 3 ماينس 0 بقت 3 بس ده البوزيشن بتاع النيجاتيف 3 فبقى نيجاتيف 3. الزيرو بتشيل ده وده اتبقى لك 3 ماينس اتبقى 0 ماينس نيجاتيف 5 يعني 5. هتكملها بقى تلاقيها 0 1 0 0 0 1 ده الكوفاكتور، اعمل له ترانسبوز يديك الادجوينت بقى 1 نيجاتيف 3 5 0 1 0 0 0 1.
ده الادوينت مالتبلاي ال1 على الديترمينانت اللي هي 1 يديني الانفرس. يبقى هو ده يا مستر الانفرس، يعني التشويس الصح هو بي. طيب الجاي جاي بيقول لنا A is a square matrix. Determinant الـ A بـ4 لسه قايلينها في المراجعة. يبقى A multiply الـ adjoint قلنا بيديني الـ determinant I لو تفتكروا. لما أضرب الـ matrix في الـ adjoint بتاعه يديني الـ determinant في I. طب ما الـ determinant بـ4 يبقى الـ answer 4I اللي هي B. رول برضو تبقى حافظ. اللي جاي the rank of augmented matrix بتاع السيستم ده. طب نكتبه الاول 2 -3 6 1. ده matrix نفسه augmented، يبقى تعمل كده تحط بقى الفايف والفيفتين الاجابات. طيب شباب عشان احسب الرانك اول حاجه هاخد دول ال 2 باي 2، ما هو لازم يبقى سكوير. 2 -(-18) ادتني 20. طب ما هي نوت ايكوال 0، يبقى خلاص الرانك على وضعه كده ايكوال 2. لو كان طلع زيرو كنت هجرب الاثنين دول مثلا. طلع بقى زيرو يبقى اخد واحده لوحدها، لو مش بزيرو تبقى الرانك 1. All the following matrices haven't multiplicative inverse except مين؟ يعني كل دول ما لهمش multiplicative inverse except مين؟ طب احنا اتفقنا يا جماعه علشان يبقى ليه multiplicative inverse الديترمينانت لازم يبقى not equal 0. هم كلهم غلط، يعني كلهم الديترمينانت بزيرو ما عدا واحد. لو جربنا 12 -12 بزيرو، لا ده ملوش فعلا. 6 - 6 بزيرو برضه ده ملوش. -16 - -16 زيرو برضه ده ملوش. اكيد ده 20 - -20 طلعت 40. ما دام الديترمينانت نوت ايكوال زيرو اكيد يبقى ليه انفرس، فكل دول مالهمش ما عدا ده عشان هو قايل اكسبت يا جماعه وقايل هافنت. طب اللي بعدها the value of the determinant ده minus ده. طب نركز عشان هو مش زي الماتريكس ما بعملش كل element مع اللي قصاده وخلاص بلس وماينس، الكلام ده غلط. تعالوا كده بنروح انا وانتوا بقى. لو جينا يا جماعه خدنا من الروت تاني هنا 4 common factor وبرده من هنا ال 4 common factor باينه قوي، يعني بقت 4 3 5 6. ها التاني بقى الروت تاني ده بقت 4 بقى 2 -1 3 1 4 7 5. انا هغير في النص بس -4 -2 1 -3. ها ديفايد 4 بقى 3 5 6 4 7 5. طب يا مستر بالراحه كده، لو يا جماعه جينا في الديترمينانت التاني انا عايز اقربهم لبعض، لو بدلت رو 1 مكان رو 2، ركز كده معايا، لو بدلت رو 1 مكان رو 2 فبقى اسمها ال 4 دي نازله زي ما هي 3 5 6 2 -1 3 4 7 5 -4 اهي. لو هبدل اقوم واخد نيجاتيف بره فنيجاتيف نيجاتيف بقت بوزيتيف. بدل رو 2 مكان رو 1 عشان ده يبقى شبه اللي قدامه اهو 3 5 6 -2 1 -3 4 7 5. الله اكبر. كده يا جماعه ما دام انا عندي ديترمينانت 2 روز زي 2 روز يبقى دول يثبتوا في المجموع، يعني كاني هاخد الفور اهو كومن فاكتور. هعمل بقى ده بلس ده، الرو اللي زي بعض الاول والثالث ينزلوا هما هما 3 5 6 4 7 5، اللي هيتجمعوا بس المختلفين اللي هو رو 2 رو 2 2 + -2 0 -1 + 1 0 3 + -3 0. يبقى الانسر ما دام كده رو كامل بزيرو يبقى الانسر ايكوال زيرو. حتى لو فكيتها بده كله زيرو 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 راحت. جميل. الايكويشن دي عندها برضو كام سوليوشن؟ نفس القصه يا جماعه، ادي الاي هجيب له ديترمينانت عشان اختصر عليك، الديترمينانت طلع نيجاتيف 1 نوت ايكوال 0 يبقى الرانك ب 3. طبيعي ما دام الرانك قد الفاريبلز يبقى برضه رانك الاي اوجمنتد هيطلع ب 3 زيه. انت هتزود له ارقام مش هيفرق. عشان كده كده ب 3، لو ب 2 تفرق، لو نقصت تفرق. كده الرانك قد الرانك قد النمبر اوف فاريبلز يبقى برضه يونيك سوليوشن او 1 سوليوشن. طيب جميل يا شباب قربنا نخلص.
اسئله جميله اهو. A B A 1 over C A C C 1 over B B C B 1 over A. طيب تعالى بالراحه بقى معايا كده، انا متضايق من الفراكشنز دي، هنقوم جايين واخدين ال 1 over A common factor وال 1 over B common factor وال 1 over C common factor. هتقول لي يا مستر ازاي الكلام ده، ده مش متكرر في 3. هقول لك بس اصبر بس عليا، احنا خدنا من الاولانيه دي ال 1 over C common factor، فكده دي بقت 1. لما اعمل AB divide 1 over C تحت اللي تحت بيطلع فوق، فبقى اسمها ABC. طب لما اعمل A divide 1 over C، A divide 1 over C تحت اللي تحت يطلع فوق، يبقى اسمها AC. طب الرو التاني خدنا ال 1 over B، يبقى نعمل divide ال 1 over B المساله كلها. AC على 1 over B ABC، C على 1 over B BC او CB. الاخير خدنا ال 1 over A common factor، يبقى هنا 1. كله بقى divide 1 على A، BC divide 1 over A BC divide 1 over A تحت اللي تحت يطلع فوق، بقت ABC برضو. B divide 1 over A بقت BA او AB. طيب خد ال ABC common factor من التلاتة. ما تيجوا ننجز انا وانتوا، لو خدنا ال ABC common factor هنا A B C، مش كده ال A تروح مع ال A وال B تروح مع ال B وال C تروح مع ال C؟ هتقول لي اه يا مستر بالظبط. يبقى اتبقى بره 1 اللي هو كأن خلاص مفيش حاجة، جوه 1 1 1 A C B C A B 1 1 1. طب ما دي من البروبرتيز اللي احنا قايلينها من غير ما افك، كولوم ايكوال كولوم، يبقى الانسر وانا مغمض ايكوال 0. طيب مسألة جميلة قوي بقى، جاي بيقول لنا ال L وال M are the two roots of the equation دي، هات لي الفاليو بتاع الديترمنانت ده. طب يلا نفك انا وانتو كروس مالتبلاي بالماينس، اوعى تنسى، ابدا من A11 log 3L تايم 1 تبقى log بيز 3L ماينس log بيز 3M تايم نيجاتيف 1 بقت بوزيتيف، بقى نيجاتيف في نيجاتيف، log بيز 3M كلنا عارفين log بلس log لنفس البيز اخد log واحده، واعمل الرقمين ملتبلاي بعض ال في ام. طب بالراحه بقى، مين ال ام؟ قال لك هما التو روتس بتوع الكوادراتيك ايكويشن دي، خدنا ايام اولى ثانوي سم اوف ذا تو روتس اوف كوادراتيك ايكويشنز اللي بنسميها ال بلس ام، كان القانون نيجاتيف بي اوفر اي، نيجاتيف كوفيشنت الاكس اوفر كوفيشنت اكس بار 2. اما بقى البرودكت اوف ذا تو روتس اللي هو بنسميه ال ام اللي هو مسالتنا احنا، كان الرول بيقول سي اوفر اي الابسوليوت تيرم ديفايد الرقم للواحد اللي جنب الاكس سكويرد، يبقى ال ال ام 27 على 1 ب 27، طلعت لوج بيز 3 27. ممكن تكتبها على الكالكليتور او تفك ال 27 تبقى 3 باور 3 تطلع ال 3 بره، فتبقى 3 لوج بيز 3 3 طبعا دي ب 1، يبقى الانسر ايكوال 3. ممكن تعملها على الكالكليتور هتطلع برده 3. السيستم ده برضو الكي، قال لك then the value of k which makes the system has a unique solution. جماعة هو لما يبقى عندي solution واحدة a unique solution، مش ده معناه ان rank ال a equal rank ال a augmented equal the number of variables، يعني دول ال number of variables 3. طب ده معناه ان determinant 3 by 3 ما طلعش ب 0، يبقى not equal 0، عشان كده طلع الرانك ب 3، عشان كده قال لي يونيك سوليوشن. يبقى 1 1 1 1 2 3 3 4 كي، هقول له ان ده not equal 0. هشتغل هفك بقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف ونشتغل، طلعت الكي not equal 5، not equal مش equal، يعني بعد ما فكينا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف واشتغلنا ايكويشنز لقيت الكي 5، بس خلي بالك انها نوت ايكوال، ما تروحش جري تختار دي، تبقى الانسر الصح ار اكسبت 5، اي رقم ما عدا ال 5 يطلع لها يونيك سوليوشن عشان الرانك هيبقى قد النمبر اوف فاريبلز. طب اللي بعدها السوليوشن ست بتاعت المنظر الجميل ده، جماعه انا شايف اكس اكس اكس، ما تيجي نسحب من الاولى اكس ومن الثانيه اكس ومن الرو الثالث اكس، اهو اكس تايم اكس تايم اكس، سواء من كل رو او من كل كولوم، يعني
هنا خلاص خدنا من ده اكس، يبقى اكس ديفايد اكس 1 تو اكس ديفايد اكس 2 3 اكس ديفايد اكس 3. اكمل الباقي برضو 3 تو 1 عشان ديفايد اكس 1 نيجاتيف 1 0. هو قال لي ان كل ده 96. طيب بالراحه كده اكس تايم اكس تايم اكس باكس باور 3 مالتبلاي، هنفك الديترمينانت بتاعنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وهتشتغل او على الكالكليتور ادالك نيجاتيف 12. كل ده ايكوال 96. ماشي النيجاتيف 12 بالديفايدد، بقت الاكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 8. اعمل كيوبيك روت للنيجاتيف 8 تطلع الاكس بنيجاتيف 2، يبقى السوليوشن ست نيجاتيف 2. طبعا الديترمينانت انت تحسبه على الكالكليتور او اكسباند عادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، مش دي اللي هتعطلنا يا شباب ان شاء الله. اخر سلايد معانا، مديني الاي وبيطلب رانك الاي ترانسبوز. طب ما احنا قلنا رانك الاي ترانسبوز قد رانك الاي عادي خالص، فانا هجيب رانك الاي وهو كده عادي خالص. ازاي اجيب الرانك؟ قلنا نحسب الاول الديترمينانت على وضعها كده. لما حسبنا الديترمينانت 3 باي 3 بطريقتنا برضو طلعت 15. ما دام الديترمينانت نوت ايكوال 0 يبقى الرانك قد الاوردر، يبقى الرانك ب 3. ما دام رانك الاي ب 3 يبقى برضو رانك الاي ترانسبوز ب 3 زيها. السؤال اللي جاي جميل جدا، بيقول لك اف اوف اكس ايكوال الديترمينانت ده. ايوه انا شايف تريانجولار فورم، يبقى ده باي ده باي ده. هو عايز ليميت وين اكس تنس تو 0 اف اكس اللي هو ده على اكس باور 3. طب ما تيجي نحسب اف اكس الاول. ما دام طلع تريانجولار فورم اضرب المين دياجونال في بعض، فبقت ساين اكس مالتبلاي. شباب انتوا حافظين وعارفين ما دام باي اوفر 2 يعني 90، ال 90 بتعمل تشينج، فالكوزاين هتبقى ساين اكس، و90 ماينس فيرست كواد اول كله بوزيتيف مش فارقه معانا. مالتبلاي تان 3x، التان اللي هي كانها ساين على كوزاين بس الانجلز مختلفه، يبقى نسيبها تان 3x. لو كانت نفس الانجل كنت اكتبها ساين على كوزاين وكنسل، لكن هنا الانجل اسمها اكس هنا اسمها 3x. طيب يبقى كده الشكل بقى اسمه ساين سكوير اكس تان اكس. دي مين؟ ايه تان 3x، دي الاف اكس. هو عايز يا كباتن مصر ليميت وين اكس تنس تو 0 اف اكس اللي هي دي ساين سكوير اكس تان 3x اوفر اكس باور 3. طب يا جماعه فاكرين من ثانيه ثانوي لما خدنا الليميتس؟ كنا خدنا قانون ليميت للساين والتان، ان لو لقيت ده هو هو ده فبيبقى الاجابه كوفيشنت على كوفيشنت. طب ايه رايك الاكس باور 3 اقسمها، ادي الساين اكس باور 2 عشان هي باور 2، وادي التان اكسيه كانها اكس باور 3 اهو. هنا الليميت يبقى 1 على 1 باور 2 اللي هي 1 مالتبلاي كوفيشنت على كوفيشنت 3 على 1 تديني 3. 1 تايم 3 يبقى الانسر ايكوال 3. شباب ليميت وين اكس تنس تو 0 ساين اي اكس على بي اكس ايكوال اي على بي كوفيشنت على كوفيشنت. الكلام ده في الساين او التان. طب لما تبقى باور 2 لازم تبقى الاكس عليها باور 2، كانك بقى تقوم واخد الباور 2 فوق كده اهو، فبقت 1 على 1 اول باور 2، اي على بي اول باور 2. اخر سؤال يا جماعه معانا كده، تعالوا نشوف كده فكرته ايه واسيبه لك حتى انت برضو تكمله. مدي لك الديترمينانت ده ب 24، شبيه جدا باللي احنا عملناه من شويه. مدي لك الديترمينانت ده ب 24 وبيطلب منك ده بكام. طبعا يا جماعه بمنتهى البساطه انا هقول فكرتها واسيبك بقى تكمل. انت كده اللي مخلي ده مش زي ده اللي فوق ده. طب لو خدت بالك 4L 4M 4N اضرب الروت تاني باي 4 واجمعه على الاولاني، فكده يتبقى 3A 3B 3C عشان نيجاتيف 4L هتروح مع البوست 4L وهكذا. اهو يا جماعه بص رو 2 مالتبلاي 4 واجمع اجمعها على R1 اللي اتضرب، كفايه عليه انه اتضرب يبقى هنغير R1. تعالى كده 4L مع ماينس 4L اتبقى 3A، ده مع ده اتبقى 3B، ده مع ده اتبقى 3C، وده ينزل اللي اتضرب كفايه عليه انه اتضرب، وده ينزل. خد يا معلم ال 3 كومن فاكتور من اول رو، طلع اي بي سي ال ام ان. ايه ده، دي سهله جدا.
طلع اصلا اللي انا عايزه اهو، ما هو مدي لي ان الديترمينانت ده ب 24، يبقى الانسر 3 تايم 24 اللي هي 72، يبقى الانسر الصح هي سي. ده يا جماعه حاولنا على قد ما نقدر نلم الديترمينانتس والماتريسيز بالبروبرتيز بتاعتهم بالحل عليه بالرانك والكلام ده كله. ابدا حل كتير جدا عليها برضو من اكزام 6 للبراكتس اكزام 15 كل الاسئله اللي عليها، واللي يقف يبعتها لي على طول. بالتوفيق يا شباب وربنا يكرمكم. سلام عليكم.